وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السيد ممدوح الصالح عضو مجلس النواب. نرحب بك في نشرة الأخبار. لو تحدثنا بشكل تفصيلي عن مشاركة مجلس النواب في اجتماع اللجنة الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي والمنعقد بالقاهرة لو سمحت. أسعد الله مساءكم كل خير. طبعا بلا شك اليوم يعني في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية في البرلمان العربي أكدنا على عدد من النقاط، وهو يعني أن مملكة البحرين ماضية قدما في تبني المزيد من المبادرات وتحقيق الإنجازات في رعاية الشباب والاهتمام بهم وتوفير كل المقومات في الحقيقة الكفيلة بتعزيز دورهم في خدمة الوطن والإسهام في مسيرة بنائه. طبعا هذا كله يعني يرتكز في ذلك على توجيهات حكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإيمان جلالته بالشباب ودورهم في نهضة الوطن وازدهاره. نعم، من القاهرة سعادة السيد ممدوح الصالح عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.